طيب على مستوى طبعا دوري أمم أوروبا، يمكن دي النسخة الثانية فادي، النسخة الأولى فاز بها المنتخب البرتغالي، وكان في مباراة وصفها البعض أنها كانت مباراة نهائي كأس عالم، مش نهائي أمم دوري أمم أوروبا، ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأسباني. شفت المباراة دي إزاي؟ هي مباراة بين مدرب هايل مع منتخب صغير جدا، لويس إنريكي، مع منتخب اسبانيا كله شباب صغير، كله فرقه صاعده بقوه، ممكن ما تكونش كانتش محظوظه في اليورو في السيمي فاينال قدام ايطاليا، ما كانتش محظوظه في ماتش فرنسا. الناحيه الثانيه مدرب ممكن ما يكونش المدرب الافضل، ولكن عنده لعيبه فرديه بشكل مش طبيعي. بيتكلم على كيليان امبابي، بنتكلم على كريم بنزيما، بنتكلم على بول بوجبا في نص الملعب، فريق فرديا قوي جدا. مش هتشوف فرنسا بتعمل، مش هيبقى فيه تكتيك قوي قوي في نص الملعب، مش هيبقى فيه احكام دفاعي بالشكل المبهر، بس في اللعيبه اللي قدام بيقدروا يخلصوا من نص فرصه. شفنا كريم بنزيما بيحط جول تاريخي، ده تصرف فردي من اللعيب. كيليان امبابي بيروح ينفرد بيحط الكوره، بغض النظر يعني عن الجدل حوالين الكوره والاوفسايد وكل الكلام ده، لكنه راح وحط الكوره بشكل هايل. فبالتالي ده يثبت لك ان برضو الناس بتتعظم قوي في دور المدرب وكل حاجه، لكن برضه في عناصر فرديه كتير قوي في الماتشات كتير بتبقى مؤثره اكتر من شغل المدرب. على طبعا هكلمك كمان على المستوى التكتيكي، على مستوى النجوم، لكن كمان على مستوى الفاليو، على مستوى اللاعبين والقيمه التسويقيه للاعبين اللي كانوا متواجدين في نهائي دوري امم اوروبا، يعني قيمه كبيره جدا جدا تتعدى المليار يورو. نشوف مع حضراتكم كمان هذا يعني الفيديو الصغير على قيمة هذه المباراة الكبيرة، زي ما بقول لحضراتكم بعض الناس أو بعض المحللين الرياضيين الخاصة بكرة القدم قالوا أن هذه مباراة كأس عالم، على المستوى الفاليو، على مستوى اللاعبين، على مستوى القيمة التسويقية للنهائي الأمم دوري أمم أوروبا. نشوف مع حضراتكم.
طبعا جرافيك اكتر من رائع، بيبين القيمه التسويقيه لطرفي النهائي ما بين المنتخب الاسباني والمنتخب الفرنسي.